إذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابعون، توصل بمسار أشواتنا من هذا الميدان ميدان السمحة. الشوط الثاني يسير بحفظ من الله وتوفيقه، يحمل الكثير من عنوان الأبكار المهجنات الأصايل، ولكن نعود بالتهاني وناموس. تابعنا هناك بقيادة هناك سعادة فريق بن علي بن حمود الظاهري الذي قاد مصر إلى خط النهاية بالإنجاز الجميل. ننطلق بالشوط الثاني للمهجنات، يعتبر أول أشواطنا لهذه الرحلة الآتية والجميلة والمتميزة. ناخذ هناك وصايف على مقدمة الشوط يرافقها عبد الله بن محمد الرميثي الذي يتقدم عبر المسار المتميز، بينما نتراجع حيث الاسماء الذي واصله الذي تقدم ابداعها الكبير. وصلنا الى المركز الثاني، ناخذ نداء الذي قادمه يرافق خادم بن عيسى المنصوري. والمركز الثالث اسير الى هناك غرابه الذي قادمه لسعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري. اما المركز الرابع اسير وتابع هناك الكبسوله الذي واصل يقدم هناك أشعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. والمركز الخامس ناخذ ملامح الذي قادمه سيف بن علي بن جمعه الرميثي. والمركز السادس هي تحمل الرقم ثلاثه هملوله الذي واصله سالم بن سهيل بن قمشه العامري الذي يتقدم بسهيل عبر هذه الاسماء الاتيه. اكملنا اذا النداء للست الاوائل عد وتقديم، ولكن رحلتنا الى البدايه، رحلتنا الى مقدمه الشوط. خلنا بنعود الى الصدارة، روح يا من تتابع الرميثي هو قاد الصدارة، يتحكم ما شاء الله بهذا الشعار المتميز، يتقدم بمحمد للبداية. عبد الله بن محمد بن مطر الذي قاد الصدارة بالانفراد المبكر، وصايف وصايف بالفعل انها وصايف، وصف ناموس يتواجد عبر الاثار المتميزة، بينما نتراجع مصور ياخذ جولة يتعرف للاسماء الذي قادمه. الكل واصل، الكل له رغبة الانجاز. الاشعار الاقتصادي الذي يتقدم من موقع على موقع يضيف لنا المركز الثاني والثالث. اما المركز الرابع نداء، ولكن تسلل هملولة هملولة الذي تطير من موقع على موقع يرافقها ابو سهيل يتقدم من موقع على موقع. المركز الخامس اسير مع المركز الخامس، وصل اشعار بن منانة السعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يتولى ريتال الذي قادمه على المستوى الخامس. والمركز السادس عندك يا ابو علي، يتقدم عن طريق ملامح الذي قادمه سيف بن علي بن جمعه الرميثي، ولكن العوده الى زمام الامور، العوده الى شعار ابو محمد الذي قاد الصداره، الذي بدا بالانفراد يسيطر سيطره تامه ما شاء الله. هو صايف وصايف الذي بدأت تقتربه، الذي بدأت تشن الغارة. صلوا على النبي ما شاء الله تبارك الرحمن، الأداء متميز الغاية. بدينا بالاغتراب إلى زاوية الكيلوين الذي تفصلنا عن بقية الرحلة، الذي نطير بها، الذي نتقدم بمساره يرافقها بمحمد عبد الله بن محمد بن مصر
الرميضي يبغى يسلم ابو محمد الهلال السمحه عودا باول اشواطنا الرئيسيه للمهجرات الاصايل ليسن اللقايا. الله 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 المهجرات اللي الاصايل. اذا بنعود الى بقيه الاسماء بنتابع الاشعار الاقتصادي الذي غادم بكل قوه الذي يغير من موقع الى موقع بقياده ترام لسعاده فرج بن علي بن حموده الظاهري ويتولى متابعته. اذا هناك ابو سلطان الحاسم الذي يقدم انطلاقه الجميله يتقدم بالتضمير والتدريب. وصلنا الى هملوله الذي قادمه سالم بن سهيل بن مشاه العامري على المستوى الثالث والمركز الرابع. وصلت هناك الكبسوله لسعاده فرج بن علي بن حموده الظاهري ملامح واصله يرافق السيف بن علي بن جمعه الرميذي. هناك بتابع ريتال الذي قادمه يتقدم سعيد بن منان بن غدير عليك تبيب. وسالم قادم بقوه يبي يسلم على اهالي دانه الدنيا دبيه الذي عودهم بابداعه. الله الله ولكن سير ابن الى الصداره روح ابن الى وصايف 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 الذي وصف الانتصار غادرت الكيلو. الله 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 بدت تتجه الاتجاه الصحيح الاتجاه المتميز من يرافق البداية عبد الله بن محمد بن مطر الرميذي. شد الحيل يا ابو محمد شد الحيل الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة. ولكن عطنا جولة بن منانة واصل بقوة بن منانة قادم بقوة. الله 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 الامور بخطر في اللحظات الحاسمة في اللحظات الخطيرة. ولكن يبدو لي السلام عندكم يا للسمحة السلام عندك يا ابو محمد السلام عندك يا عبد الله يا ابن محمد يا ابن مطر يا الرميذي الذي قاد الصدارة الذي قاد هناك وصايف منذ بداية الشوط. عطنا جولة إلى ريتال الذي قادمه ريتال الذي قادمه سعيد بن منان بن غدير الاكتبي والمركز الثالث. أشوف من على بعد الأسماء خذتنا وصايف بزاوية خلاص. إذا إلى الصدارة عود ابن إلى الزمام الأمور. سلام لأهل السمحة سلام سلام بمحمد سلام سلام للرميذي سلام مشكور يا راعي وصايف. ما الفعل أن وصايف الذي تتقدم بالإنجاز الآتي بالسلامات المتميزة علامة الجودة على رأسها على رأسها علامة الزعفران. تهانينا وناموس على فوز وصايف الثانية لعبد الله بن محمد بن مطر الرميذي مشكور على هذا الاداء المتميز. سلام لاهل السمحه وتحيه. المركز الثاني لسعيد بن منان بن غدير الكتبي والمركز الثالث هملوله لسالم بن سيف بن قبش العامري. المركز الرابع لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري والمركز الخامس كذلك لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. والمركز السادس تصل في ملامح لسيف بن علي بن جمعه الرميذي. توقيت 7:37 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.